بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الثالث ابتدائي في درس جديد ومهارة جديدة في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم يا أبطال هو التصويب على هدف ثابت أو متحرك باستخدام يد واحدة أو القدم عندنا متطلبات دائما نذكر فيها قبل بداية كل درس، وبشكل سريع لازم نذكر فيها، وأنا ما أبغاكم فقط تحفظونها، تحفظونها وتكون أساسية في حياتكم اليومية، سواء مارست الأنشطة الرياضية أم لم تمارس. أولاً، حتى نمد أجسامنا بالطاقة، لازم نعطيها كفايتها من النوم ليلاً وليس فجراً يا أبطال، ليلاً نتجنب السهر ونمد أجسامنا بالطاقة من خلال النوم المبكر. إثنين، تناول ثلاث وجبات صحية ودائما الأكل الصحي غالبا ما يكون في المنزل ونتناوله في أوقاته وأكيد عشان نتناوله في أوقاته لازم ننام مبكرا حتى تنتظم وجباتنا فطور غداء وعشاء في أوقاتها ثلاثة ارتداء اللبس المناسب الرياضي أثناء النشاط الرياضي راح يسهل عليك أداء الرياضة بشكل أكبر وأسرع يا بطل أيضا الأمن والسلامة دائما نتاكد اي نشاط في حياتنا نبغى نسويه سواء كان رياضي او غير رياضي سواء في المدرسه او خارج المدرسه نتاكد من عوامل الامن والسلامه، لازم نعرف انه المكان لازم يكون امن لممارسه النشاط البدني، لازم يكون اضاءته جيده، بعيد عن الاتربه والغبار حتى لا يعيق عمليه التنفس او يصعب عليك عمليه التنفس، ايضا اذا كنت تحس بجهد او تعب توقف عن ممارسه النشاط البدني لان هذا يحفظ لك بعد الله صحتك يا بطل حتى ما تتراكم عليك التعب او يتراكم عليك الجهد او التعب يا بطل. اخيرا شرب كميات كافيه من المياه واكيد لما اسالكم كم شربت من الماء اليوم؟ البعض يمكن لم يشرب الماء ابدا وهذا غلط، لازم نشرب الماء يا ابطال طوال اليوم خصوصا قبل واثناء وبعد ممارسه النشاط البدني، لماذا؟ حتى يعوض السوائل اللي يفقدها الجسم من خلال عمليه التعرق اثناء ممارسه النشاط البدني. عرفنا المتطلبات يا ابطال وحتى نعمل او نعمل في المتطلبات اكيد اننا راح نحصل على الفوائد، فوائد الرياضه كثيره جدا 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 ولو قلت لكل طالب اذكر لي فائده اكيد ان كل طالب فيكم راح يذكر لي فائده. اولا ترفع مستوى لياقتك، تجعل مستوى لياقة مرتفع وتحسن صحه عقلك ومزاجك وهذا دائما لاحظه ينعكس اثناء ممارسه الرياضه وبعد ممارسه الرياضه نشوف الشعور بالإيجابية بعد ممارسة الرياضة أيضا تظهر شكل جسمك بشكل جميل ومتناسق وتقيك بإذن الله من أمراض عدة مثل أمراض القلب والسكر وأيضا الوزن الزائد أو السمنة المفرطة أخيرا تخليك قادر على ممارسة جميع أعمالك اليومية خصوصا الرياضية عرفنا المتطلبات يا أبطال وعرفنا الفوائد حتى تحصل على الفوائد يا بطل لازم تعمل بالمتطلبات ولا تكتفي بحفظها يا بطل طيب جاهزين الآن ندخل على الإحماء يا أبطال أول تمرين معنا لهذا اليوم الجري الخفيف في المكان الجري الخفيف في المكان على القدمين قف يا أبطال لابسين اللبس الرياضي واقفين في المكان المناسب والآمن يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر أبطال يعطيكم العافية نبغى نعيد نفس التمرين ونزيد السرعة قليلا جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، عشر، أبطال. وش اللي حصل في نبضات القلب يا ابطال قبل اداء التمرين وبعد اداء التمرين؟ ابطال، نبضات القلب يمكن كنا ما نشعر فيها لان نبضات القلب اثناء الراحه تتفاوت ما بين 60 الى 80 ضربه في الدقيقه. معناتها انه نبضات القلب ترتفع تدريجيا اثناء ممارسه الرياضه كلما ارتفعت شده التمرين كلما ارتفعت نبضات القلب. طيب وش الطريقه الصحيحه للتنفس حتى نعيد نبضات القلب نستطيع الاستمرار في اداء التمرين، وش اسم العملية يا ابطال اللي نسويها؟ ابطال عملية الشهيق والزفير، طيب من يعطيني يا ابطال طريقة عملية الشهيق والزفير؟ ابطال من خلال سحب الهواء من الانف واخراجه بكل هدوء من الفم، ابطال طيب نسويها مع بعض اسحب الهواء من الانف امسكه قليلا ثم أخرج بكل هدوء من الفهم سويها من مرة إلى مرتين بين كل تمرين وتمرين التمرين الثاني أبطال تبادل فتح القدمين عرضا تبادل فتح القدمين عرضا ضم القدمين ضم اليدين تبادل فتح القدمين عرضا تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاث أربعة، خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال انتهينا من التمرين الأول هنا من التمرين الثاني ننتقل للتمرين الثالث هو تبادل لمس الرجلين باليدين بالشكل هذا يا أبطال نفتح القدمين بشكل واسع نثني الجذع للأسفل اليدين جانباً اليد اليمنى تلمس الرجل اليسرى واليد اليسرى تلمس الرجل اليمنى مع بعض تمرين جماعي ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال تسعة عشرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمان تسعة عشر يعطيكم العافية يا أبطال كذا نكون انتهينا من الجزء الأول من الإحماء ننتقل الآن للجزء الثاني وهو الإطالات أول تمرين معنا يا أبطال قبل لا نبدأ أكيد أن نذكر دائما قبل كل حصة أنه أداء التمرين أو طريقة أداء التمرين وكيف نشعر أن التمرين يخدم أي عضلة فهذا التمرين اللي طالع معنا أو اللي ظاهر معنا في الصورة يا أبطال يخص أي عضلة يا أبطال أبطال العضلة الخلفية للفخذ وطريقة أداء دائما تتطلب أي شيء أبطال أبطال عدم ثني الركبتين حتى نشعر بالعضلة الخلفية للفخذ ونؤدي التمرين بشكل صحيح جاهزين يا أبطال نبدأ بالقدم اليمنى مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر القدم الأخرى يا أبطال القدم الأخرى واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمان تسعة عشر يعطيكم العافية يا أبطال التمرين اللي بعده أكيد لعضلة الفخذ الأمامية أبطال من خلال سحب القدم والاتكاء على جسم ثابت أو حائط أو على زميل أو على جدار حتى لا نفقد التوازن ونسقط جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي إيه واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر قدم الأخرى يا أبطال قدم الأخرى واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال كذا نكون انتهينا من الجزء السفلي ننتقل لإطالات الجزء العلوي أول تمرين معنا من خلال سحب مفصل المرفق للخلف بالشكل اللي ظاهر معنا بالصورة جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، اليد الأخرى يا أبطال، اليد الأخرى، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع. ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال ننتقل إلى آخر تمرين معنا وهو سحب اليد اليمين إلى اليسار باليد اليسرى والعكس سحب اليد اليسار إلى اليمين باليد اليمنى جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان، تسع، عشر، اليد الأخرى هي أبطال، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. يعطيكم العافية يا أبطال، انتهينا من الإحماء، ودائماً نذكر إن الإحماء أبطال. قبل ممارسة أي نشاط بدني مرتفع الشدة مثل مباريات كرة القدم، السباحة، كرة السلة، الطائرة، تتطلب مجهود كبير. فالجهد هذا ما ينفع ننقل العضلة من فترة خمول إلى مجهود بدني مرتفع الشدة، وهذا من أكثر أسباب الإصابات العضلية الشائعة، حتى اللاعب الرياضي المتكامل تلقاه لياقته مرتفعة جدا ولكن تجد ان قبل اداء المجهود البدني مرتفع الشده مثل ممارسه مباراة كره القدم قبل اداء المباراه ينزل يجري حركات الاحماء حتى يمهد العضله ويدرجها حتى تصل الى القدره الى اداء الانشطه البدنيه مرتفعه الشده ايضا ممارسه الانشطه البدنيه بشكل يومي في نفس المكان لانه لا يوجد لديك عذر لممارسه الرياضه ادينا سبعة او ثمان تمارين في نفس المكان يا بطل طيب خلونا يا ابطال نستذكر وش اخذنا في الدرس الماضي تكلمنا عن التسلق بطريقة صحيحة وآمنة بواسطة سلالم عمودية. التسلق من المهارات الحركية الأساسية التي تتم بتتابع منتظم لأداء اليدين والرجلين. ويتطلب التسلق التحكم في أداء الأجزاء المتحركة من الجسم والسيطرة عليها صعودا ونزولا. ويساعد التسلق في تنمية القدرات البدنية لدى الطالب يمكن ان يتم التسلق باستخدام سلالم عموديه مثل اللي ظاهرة امامنا بالصورة يا ابطال. وفيما يلي وصف لاداء مهارة التسلق باستخدام السلالم العمودية. تبدا المهارة من وضع الوقوف المواجه للسلالم العمودية يقبض الطالب باليدين على احد عارضة السلم التي تكون في مستوى صدره. ذكرنا انه اول شيء يبدا من وضع الوقوف وتكون القدمان تشيران للامام ويقبض الطالب على احد عارضة سلم التسلق يكون في مستوى صدري ولا تكون في مستوى رأسه أو في مستوى البطن يا أبطال تكون قدمان بالأرض بجانب بعضهم والمشطان يشيران للأمام مثل ما ذكرنا في اتجاه السلم العمودي أي لا تشير للخارج تشير للأمام يا أبطال تبدأ حركة الصعود بوضع أحد القدمين على عارضة السلم السفلية الأولى نبدأ دائما بالتدرج عارضة عارضة ما ينفع نرجع عارضة ثم نصعد العارضة الثالثة، ثم الخامسة، ثم السادسة، غلط كذا، لازم نبدأ سلم درجة درجة حتى نصل إلى الأخير، سواء في الصعود أو في النزول يا أبطال، تحميل الجسم عليها مع رفع القدم الأخرى عن الأرض لوضعها على عارضة السلم العمودي السفلية الثانية، وفي الوقت نفسه ترفع اليد المقابلة للقدم المرفوعة على عارضة السلم العمودي الممسك بها لتمسك بالتي تليها عالية وتكرر الحركة بالقدم واليدين الأخرين وتستمر المهارة على هذا النحو بالتبادل باختصار يا أبطال أمامي سلم غالباً كلكم ما تملكون سلالم عمودية آمنة مثل الموجودة أمامنا في الصورة موجودة أكيد في المدارس أو في بعض المراكز الرياضية ذلك النوع نأديها مع معلم تربية بدنية أو مدرب متخصص هذا أولاً ثانياً أداء المهارة يكون من وضع الوقوف فتحاً القدمان تشيران للأمام لا تشير للخارج ولا تشير للداخل يكون القبض على العارضة في مستوى الصدر، البعض يقبض دائما عاليا وهذا خطأ، يكون في مستوى الصدر. أيضا عند الصعود نصعد درجة درجة على السلم ولا نحاول ان نرقى درجتين أو نصعد درجتين وهذا أمر خاطئ. أيضا يا أبطال يكون الصعود بالجزء الأيمن أي اليد اليمنى مع القدم اليمنى واليد اليسرى مع القدم اليسرى، أيضا أثناء النزول. والهدف من المهارة دائما حتى نستطيع التحكم والسيطرة على أجزاء الجسم المختلفة من خلال التسلق باستخدام اليدين والرجلين يا أبطال عرفنا أداء المهارة شرحناها بشكل أوسع تستطيع العودة إلى الدرس الماضي يا بطل وتشوف شرح أكبر وأوسع للمهارة يا بطل طيب اليوم التصويب على هدف ثابت أو متحرك باستخدام يد واحدة أو القدم راح نتكلم اليوم عن التصويب بالقدم أولا كيف نصوب اتجاه هدف ثابت ومتحرك؟ التصويب من المهارات الحركية الأساسية التي تتم بتوجيه كرة, كرة نحو هدف محدد باستخدام اليد أو القدم وأكيد اليوم راح نتحدث فقط عن القدم طيب احنا شايفين هنا عندي هدف موجود الأداة اللي هي كرة أيا كان شكل الكرة وموجود أيضا عندي نموذج اللي هو الطالب اللي يؤدي المهارة ونشوف أيضا المسافة اللي موجه لها ورح ناخذ الخطوات الفنية يا أبطال لهذه المهارة يتم تصويب الكرة بتحريكها مباشرة من خلال إنتاج قوة عضلية في القدم لتوجيهها نحو الهدف، وهنا لازم نتكلم يا أبطال، إنه لما نؤدي المهارة لازم نعرف القوة اللي راح يصدرها الجسم أو يصدرها العضلات حتى نؤدي المهارة بشكل جيد، ما ينفع نعطيها قوة كبيرة والمسافة جدا قريبة، والعكس ما ينفع نعطيها قوة جدا بسيطة والمسافة جدا بعيدة، لذلك لازم نتحكم بالقوة لنصدرها حتى تصل الكرة في المكان وبالدقة وتضرب الهدف بشكل سليم. ويتم التصويب بالقدم باساليب متنوعة ومن ابرز العوامل التي تؤثر على تصويب الكرة بالقدم، يعني عندي عوامل مؤثرة اكيد راح تأثر، أولاً حجم الكرة. كان صغيراً أو كبيراً. نشوف هنا حجم الكرة قد يختلف، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وهذا من الأشياء اللي تأثر على وصول او دقه اداء المهاره وزن الكره اكيد وزن الكره يختلف دائما اذا كنت والله راح العب بكره تنس او بكره قدم راح تكون الفرق بينهم اما ان تكون خفيفه او ثقيله ثلاثه حجم الهدف صغير او كبير معناتها انه حجم الهدف هنا نشوف قمع قد يكون قمع وقد يكون قمع بشكل اكبر وقد يكون اصغر من ذلك يا ابطال موقع الهدف بعيد أو قريب قد تكون المسافة بالشكل هذا قد تكون أبعد بذلك أو قد تكون قريبة جدا يا أبطال فأكيد أنه موقع الهدف من الأشياء اللي تأثر على أداء المهارة بشكل جيد حالة الهدف وهنا لما نقول إما ثابت أو متحرك لنفترض أن عندي أداة أو بدل القمع نستبدل بكرة متحركة باتجاه من اليسار إلى اليمين وأقول لك صوب عليها أو صوب على قمع ثابت فأكيد تختلف صعوبة المهارة باختصار يا أبطال العوامل المؤثرة ذي إحنا ليش نذكرها في أداء أي مهارة دائما نذكر دائما التدرج التدرج لما نذكر التدرج معناتها لازم دائما نبدأ بالمهارة ونحاول نسهلها ونبسطها ونبدأ من السهل للأصعب هذه راح تزيد دقتك وتركيزك خصوصا لممارسي رياضات كرة القدم أو حتى الرياضات اللي تلعب باليد تسليم الكرة أو استلامها راح يكون بشكل دقيق جدا والتدرج يبدا باداء التمارين من خلال هذا الدرس يا ابطال. اولا احنا ذكرنا حجم الكره، اكيد انه ما ينفع نبدا بكرة صغيرة لان الكره الصغيرة حجمها جدا صغير ولا ينفع ابدا بكرة كبيرة جدا لانه برضه راح تأثر على أداء المهارة، لازم نبدا بكرة متوسطة ثم نزيد حجم الكرة ثم ننقص حجم الكرة، بعد ذلك وزن الكرة نبدا بكرة تنس او بكرة قدم ونغير في أداء المهارة. بعد ذلك حالة الهدف او موقع الهدف، حالة الهدف اذا كانت ثابتة او متحركة تكلمنا انه تخيل انه الكرة تمشي امامك وتحاول تضربها، هنا يفرق لانه اثناء اداء مثلا مباريات كرة القدم تسليم الكرة احيانا يكون للاعب وهو واقف في مركزه واحيانا وهو متحرك لبناء هجمة، فحالة الهدف عند تسليم الكرة من العوامل المؤثرة على اداء الكرة، ايضا موقع الهدف اما يكون بعيد او لما يكون قريب، لذلك لما نبدا المهارة نبدأها من مكان قريب من كرة قدم تكون وزنها خفيف جدا وحجمها أيضا مناسب جدا ويكون الهدف كبير جدا حتى ما يكون صعب وأحاول أني أصيب الهدف إذا أصبت الهدف أصعب المهارة أبعد الهدف أكثر ثم بعد ذلك أحاول أصغر حجم الهدف ثم بعد ذلك أحاول تحريك الهدف ثم بعد ذلك تغيير الأداة ومحاولة تصويب على الهدف أو التصويب على الهدف وهو متحرك وبكرة صغيرة ومن مسافة بعيدة التدرج في أداء المهارة مثل ما ذكرنا من العوامل المؤثرة رأي ساعد على تطورك يا بطل في أداء المهارة مراجعة لدرسنا لهذا اليوم يا أبطال يمكن أداء مهارة التصويب على هدف ثابت فقط هاي أبطال ذكرناها قبل قليل ها هل هي إجابة صحيحة أم خاطئة إجابة خاطئة: يمكن التصويب على هدف ثابت ومتحرك يا أبطال. السؤال الثاني: الصورة المرفقة لمهارة التصويب على هدف ثابت باستخدام إحنا شايفين حركة القدم للطالب، شايفين المسافة، شايفين الكرة في الأرض، وشايفينها متجهة للقمع. هل أدى المهارة بالقدم أم اليد يا أبطال؟ أبطال أداها بالقدم وأكيد إنه شكل المهارة يوحي أن الطالب أدى المهارة بالقدمين يا أبطال. في ختام الحصة يا أبطال أتمنى أنكم تكونوا استفدتم واستمتعتم في أداء درسنا لهذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله.